في رمضان كل سنة إن شاء الله بنشتغل بالشغل هذا يعني، والحمد لله رب العالمين. عندنا زباين، عندنا إقبال، عندنا سحب خارجي داخلي، بنخرج على برا بضاعتنا، والحمد لله كل شيء تمام 100%. السوس هذا طبعا بندعكه في مية وكربوناته ومنشمسه ومنلفه بالخيشة ومنصفيه، فبيطلع عندنا صوص طبيعي إن شاء الله. احنا عادة نعمل عصائر طبيعية وكوكتيل بالايام العادية، نختص برمضان بالعصائر تمر، ليمون، صوص، خروب، كركديه. شهر رمضان الحمد لله بكون في اقبال على هاي الشغلات لانها موسمية، يعني بهذا الشهر